الحمد لله، الحمد لله الملك الحق القائل في كتابه العزيز: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، ويقول سبحانه: فذلكم الله ربكم الحق، ويقول سبحانه: فتعالى الله الملك الحق، أنزل كتابه بالحق، فقال سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وأرسل رسوله بالحق، فقال سبحانه: قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك الحق، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاء صلى الله عليه وسلم بالحق المبين، وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة الليل قال مناجيا ربه عز وجل: أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم لك آمنت، اللهم بك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سمى الحق سبحانه وتعالى نفسه الحق، وأنزل كتابه بالحق، وأرسل رسوله بالحق، وهو الذي يحق الحق بكلماته ليهدينا إلى طرق الحق. ونختار ثلاثة نماذج فقط من جوانب الحق في حياتنا. الأول حق المال، لأن بعض الناس عندما ينفقون في سبيل الله يظنون أنهم يمتنون على خلق الله وأنهم متفضلون عليهم، مع أن كل ما يؤدونه هو أنهم يخرجون حق الله في مال الله، حيث يقول الحق سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي سورة المعارج: وفي أموالهم حق معلوم ثابت ومحدد للسائل والمحروم، ويقول سبحانه: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فورب السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما العلاقة بين الآيتين في أموالهم حق للسائل والمحروم وقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون،
فورب السماء والأرض إنه لحق، ليطمئن أصحاب النفوس التي لا تجود بما من الله به عليها. وكأنهم يقول لنا أنفق أنفق ينفق عليك، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، أمسك يمسك عنك، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عند أقوام النعمة أقرها لهم أبقاها لهم ما داموا في حوائج الناس ما لم يملوهم، فإن ملوهم حول النعمة عنهم إلى غيرهم، وفي أموالهم حق والرزق حق، وقد قال الحق واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، في الدنيا بزوال النعمة وفي الآخرة بكنز المال وعدم الوفاء بحقه. فالحق الأول حق الفقراء وحق المساكين وحق المحتاجين وحق الأيتام، حق الزكاة، حق الكفارات، حق الصدقات. أما الحق الثاني فبمناسبة أن العالم كله يحتفي بعد يومين في 21 من مارس بيوم الأم، ولا حاجة على الإطلاق في أن يحتفي الناس ببعض أيامهم الوطنية أو يخصصوا بعض الأيام للتذكير بحق العلم أو بحق الأم أو بحق المرأة، تنبيها على ما يستحق من قدموا، فحق الوالدين عظيم. كما أن في المال حق لدين حق، عندما يحسن الإنسان إلى والديه هو لا يتفضل عليهما أبدا، إنما يؤدي بعض حقهما عليه. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأنت ترد بعض الحق وليس كل الحق. لا يمكن لإنسان أن يوفي حق والديه أبدا على الإطلاق. ولما سأل أحد الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال قال له قال ألك أم؟ قال نعم. قال إلزم قدميها فسمى الجنة، وفي رواية إلزم قدمها إلزم قدمها فسمى الجنة. وهذا أبو فراس الحمداني يفطن إلى حق الأم، ماتت أمه وهو في الأسر فأنشأ يقول أيا أم الأسير لمن تربى، أيا أم الأسير لمن تربى، وقد مت الذوائب والشعور إذا ابنك صار في بر وبحر، إذا ابنك صار في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجيره، إذا ابنك صار في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجير بأي دعاء داعية أرقى، بأي دعاء داعية أرقى، بأي ضياء وجه أستنيع، بأي دعاء داعية أرقى، بأي ضياء وجه أستنيع، بمن يستدفع القدر المرقى، بمن يستفتح الأمر العسير. إنها الأم، إنه الأب، إنه حقهما عليك. فعلى كل منا أن يتفانى في خدمة والديه
ولا سيما عند الكبر، وليقل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحق والوفاء بالحق. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. أما الحق الثالث والذي تتفرع منه كثير من الحقوق فهو حق الوطن. وقد قالوا: إذا أردت أن تعرف أصالة الإنسان وطيب معدنه فانظر إلى مدى وفائه لوطنه، فمن لا خير لوطنه فيه، من لا خير لوطنه فيه لا خير فيه أصلا. وخونة الأوطان مآلهم إلى الضياع في الدنيا والآخرة، فما عاد أحد وطنه وما خان أحد وطنه إلا وخسر الدنيا والآخرة، ومن يقرأ التاريخ يجد خير شاهد على ذلك. وها نحن في يوم من الأيام العظيمة، ورب العزة يقول: وذكرهم بأيام الله. ومن أيام الله لأي وطن؟ أيام النصر، أيام العزة، أيام الفخار. ها نحن هنا في طور سيناء من مسجد السلام بمدينة السلام بطور سيناء، حيث كلم الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام تكليما، وحيث تجلى ربنا عز وجل للجبل فجعله دكا، وحيث الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة في هذه المحافظة الطيبة تحتفل محافظة جنوب سيناء، بل يحتفل المصريون جميعا في 19 من مارس من كل عام بذكرى رفع العلم على طابة. وفي ذلك اعتزاز بالوطن واعتزاز بالأرض وتأكيد على أهمية استمرار التضحية في سبيل الوطن. ضحى أباؤنا بدمائهم وأرواحهم، وضحى أجدادنا، واستعدوا حربا وسلما، حربا وتفاوضا كل ذرة رمل من هذا الوطن. وها هذا الجيل، جيشنا وشرطتنا أيضا يؤديان حق الوطن في مواجهة قوى الشر والإرهاب. فضريبة الوطن والحفاظ على الوطن ليس منوطا بجيل واحد من الأجيال أبدا على الإطلاق، بل هو حق على جميع الأجيال أن تؤدي ضريبتها تجاه الوطن دفاعا وحفاظا وعملا وتنمية. وكما قال شوقي: وللأوطان، وللأوطان في دم كل حر حق. حق الوطن. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت، رب وعلم وخرج وحافظ. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. ويقول: بني مصر مكانكم تهيأ، مكانكم يتهيأ. وكما أعلن سيادة الرئيس أن مصر مقبلة على جمهورية جديدة، هذا يحتاج منا جميعا إلى مزيد من الجهد والتعب والعرق، كل في مجاله وميدانه. يقول شوقي: بني مصر مكانكم يتهيأ للعلا بين الدول، بني مصر مكانكم تهيأ، فهيأ هيئوا للمجد هيأ، بني مصر مكانكم تهيأ فهيأ مكانكم للمجد هيا، خذوا شمس السماء له حليا، ألم تك تاج أولكم مليا،
ألم تكن لكم المكان العظيمة فيما مضى من القرون لأكثر من 7000 عام؟ بني مصر مكانكم تهيا، فهيا مكنوا للمجد، هيا خذوا شمس السماء له حليا. ألم تك تاج أولكم مليا؟ لنا وطن بأنفسنا نقيه، لنا وطن بأنفسنا نقيه، وبالدنيا العريضة نفتديه. إذا ما سالت الأرواح فيه بذلناها كأن لم نعط شيئا. نقوم على البناية، على الحماية، على العمارة، نقوم على الحماية ما حيينا، ونعهد بالتمام إلى بنينا، وفيك نموت مصر كما حيينا، ويبقى وجهك المفدي حيا. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، واجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء إلى يوم الدين وسائر بلاد العالمين. اللهم أرشدنا للحق، واجعلنا ممن يحقون الحق ويفون بالحق لأهل الحق، ويؤدون ما عليهم من حق ولا يضيعون الحق. إنك أنت أهل الحق وأهل الفضل وأهل المغفرة. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.